خلال زيارته الرعوية الأولى لكنيسة السيدة العذراء أم الكنيسة للاتين في ماركا الشمالية، استقبل موكب سيادة المطران جمال خضر في مسيرة احتفالية حاشدة على وقع معزوفات وطنية ودينية من قبل فرقة كشافة الكنيسة. وفي حفل الاستقبال ألقى الأب خليل جعار راعي الكنيسة كلمة ترحيبية عبر فيها عن فرح وسعادة أبناء الرعية بالزيارة الرعوية الأولى لسيادته، وقال: يسعدني اليوم وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي وقرة عيني أبناء رعية العذراء أم الكنيسة في ماركا الشمالية، يسرني أن أحيي هذه الطلة المباركة لسيادتكم. حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً بين الأهل والأبناء. وقف المعلم الإلهي يوماً من أيام الربيع في بلادنا الجميلة يتأمل خير بلادنا وزرعها، يتموج محملاً بالخير والعطاء، فقال لتلاميذه وهو يرى نفوساً جاهزة للدخول في ملكوته، قال: قوموا وانظروا، إن الحصاد كثير لكن العمل قليلون. سيدي سيادة المطران جمال خضر، يسرني اليوم أن أقدم لسيادتكم هذه الكوكبة الجميلة من أبناء رعية العذراء أم الكنيسة في ماركا الشمالية، وكلهم فرح يلتفون حول راعيهم ومعلمهم مهنئين لك بنعمة الأسقفية وضارعين لله عز وجل أن يملأك من روح محبته وعلو حكمته وبنعمته يساندك في حمل هذه المسؤولية. أبناءك كلهم رغبة وحماسا ليكونوا حجارة حية في بناء ملكوت المسيح له المجد إلى الأبد. وفي عيادة القداس الذي ترأسه المطران خضر بحضور المطران الأسبق للاتين في الأردن مارون اللحام والأب عماد علامات، الأمين العام لمطرانية اللاتين والشماس الإنجيلي عماد حجازين، قال سيادته: نجتمع اليوم حول مائدة الرب في زمن الفصح، وعلى الرجاء ساهرين في انتظار الرب يسوع الذي وعدنا بأنه لن يتركنا يتامى. محبة المسيح هي التي تميزنا، محبة المسيح التي تجعلنا نحفظ وصاياه. ليست هذه الوصايا أوامر من الله علينا أن نطيعها بالقوة، ولكن يعرضها لنا السيد المسيح ويضع شرط: إذا أحبني أحد. يعرض علينا، لماذا؟ لأنه هو أحبنا أولا، هو الذي أحبنا وبذل نفسه في سبيلنا. هذه المحبة التي لا تعرف حدود، التي أحبنا بها السيد المسيح، ينتظر منا أن نحبه كما أحبنا هو أيضا. هذه المحبة هي التي تميز الجماعة المسيحية، وحينها نعلم ما معنى أن نعيش بسلام المسيح. سلامي أعطيكم، ليس السلام الذي يعطيه العالم، سلامي أعطيكم يقول السيد المسيح، عندما يكون حاضراً فيما بيننا، عندما يزرع المحبة في قلوبنا، عندما نتميز في محبته وفي محبة بعضنا البعض. هذا ما أراده المسيح للكنيسة، هذا ما الذي يجعلنا نراجع أنفسنا كلنا. هل نعيش كما أراد لنا السيد المسيح أن نعيش؟ ما يريده أن نعيش بسلام فيما بيننا، أن نعيش بمحبة فيما بيننا، وأن يكون الروح القدس حاضر فينا دائما. هذا الذي يجعلنا نراجع أنفسنا لكي نجدد إيماننا به، نجدد إيماننا بحضوره بيننا، ونجدد أيضا محبتنا له ومحبتنا بعضنا لبعض. وأقبل القداس الذي حضره شخصيات رسمية ودينية وشمامسة وراهبات وفعاليات من الكشافة والمرشدات والشبيبة وأخوية الكنيسة، كرم النائب البطريركي للاتين المطران خضر السيد ويليام لحام بوسام لخدمته الإيمانية للكنيسة. بعد ذلك توجه الحضور إلى باحة الكنيسة للسلام على سيادة المطران خضر على وقع معزوفات المجموعة الكشفية.